دار الامهات تم التسجين ديالها من طرف صاحب الجلاله نصره الله في 2003، وهي كتستجيب لاحتياجات الاطفال المرافقين للامهات ديالهم، سواء من ناحيه الفضاء او من ناحيه انها بعيده كل البعد عن السجينات في الجناح الاخر. بالنسبه لدار الامهات كتأوي 12 غرفه، كل غرفه فيها نزيلتين، فيها حضانه الاطفال. اداره المؤسسه حريصه باش توفر لهاد الاطفال الحليب ديالهم، الحفاضات، يعني كل ما يحتاجه الطفل. بالنسبه للحوامل اللي كيولدوا خارج المؤسسه السجنيه، يعني كتكون ترتيبات باش كتكون الولاده ديالهم خارج المؤسسه السجنيه يعني وبالنسبه للولادات ما كتشارش المكان الولاده، يعني القانون كيحتم علينا ان ما نشيروش لان الطفل تزاد في المؤسسه السجنيه. بالنسبه للاطفال اللي كيبلغوا سنتين تيتم التسجيل ديالهم في مدارس خارج المؤسسه، كيقضيو طيله اليوم خارج المؤسسه السجنيه، يعني مشأنهم شأن الاطفال اللي خارج المؤسسه، كيستافدوا من الرحلات، يستافدوا من الخرجات. بالنسبه لليوميه ديال النزيله، انها كتفيق في الصباح، كتفطر وليدها، كتغسل له، كتعطيه المربيه اللي متوفره عندنا، مربيه تابعه للمجتمع المدني، يعني المجتمع المكلف بالشان السجني. كتمشي للتكوين ديالها، كاين دار الامهات فيها ثلاثه ديال الشعب ديال التكوين المهني، كاين الشعبه ديال خياطه الجلباب، الشعبه ديال خدمه الطوابق، والشعبه ديال الخبازه والحلويات. بالنسبه للانشطه، باقي الانشطه كاينه محو الاميه، كتجي هنا استاذه تابعه للمجلس العلمي كدير لهم محو الاميه. وبالنسبه ليوم الجمعه كتجي استاذه من المجلس العلمي كدير الوعد والارشاد، واستاذه الرياضه واستاذه اليوغا. هذه خلاصه البرامج اللي سطرتها المندوبيه العامه لاداره السجون من اجل ادماج هذه النزيلات ويخرجوا مواطنات صالحات للاسر ديالهم والمجتمع ديالهم. دخلت لهنايا كانت عند بنتي عام وخمس شهور، وتحكمت بثلاث سنين ونص، ودوزت معايا بنتي تكملت عام وعشرة شهور دخلوا المدرسة، عام وعشرة شهور دخلوا المدرسة صافي. وفي الأعياد كيجيبوا لي من الحوايج هذاك الشيء، بحكم أنايا أجنبية ماشي مغربية، ما حسيتش راسي باللي أنايا برانية، بحال أخوتي الدريات كلهم بحال الموظفات بحال الدريات كيتعاملوا معايا مزيان. مو صافي قربت نسالي العقوبة ديالي، بقات لي فيها شهرين، ما عمرني حسيت راسي باللي انا اجنبيه، ديما بحالها مغربيه وكثار كاع. كنت حامل وولدت هنايا، اللي كنفيق الصباح كنبدل لها وكنخرج عند المربيه لاكخيش ديال اللعاب. مزيانه هاد الامور هادي، كيدخلوا من المدرسه كيديهم المدرسه، كيجي ترونسبور كيديهم، عندهم المربيه هنايا، كل شيء مزيان.